عايز اعرف راي حضرتك في تحسين البرلمان القادم. ازاي يعني؟ مش فاهم. يعني انه اي قرارات تطلع من البرلمان مش من حق حد انه يرفع عليها قضيه او يعترض عليها. لا، من حقه انه يرفع عليها قضيه ويعترض عليها. ازاي يعني انتوا كده بتحسنوا البرلمان؟ ازاي؟ ما ينفعش طبعا، لازم نفهم. غلط يعني، لجنه المقررات ناصله على الدستور والناس هم اللي بيعملوها، فما ينفعش ان احنا نتعب فيها، ودي برضه بتضر مصلحه البلد. المقرر بقى في المقرر ده بيطلع تحت تاني. ازاي ما ينفعش نتعب معاه؟ ده حاجه مش ماشيه مع اسلوب البلد، لازم نفهم عليه. خلاص ما ملوش لازمه بقى ان احنا نعمل ميل الشعب. مش لازم ان يبقى الشعب ليه راي. ما ينفعش نعمل كده على طول. ايه؟ انتخابات مره واحده لازم يبقى الشعب ليه راي عشان احنا اللي هنختار. ايه رايك في تحسين قرارات البرلمان؟ يعني احنا ما ينفعش نطعن على القرارات اللي هياخدها البرلمان. لا طبعا، مش شايف ان دي حاجه مش كويسه يعني؟ لا طبعا. طيب يعني دلوقتي تحسيني قرارات مش عجباني، طب هرجع اطعن فيها ازاي وارجع ارفضها ازاي؟ المهم مش عجباني. ما احنا اصلا في اي حاجه بتحصل في البلد؟ في حاجه عجباني في البلد؟ اصل والله قرارات البرلمان للشعب ولا لغير الشعب؟ الشعب؟ لا لازم نطلع على ايه؟